يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول ويكتب إن حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة ليس في البخاري ومسلم، فلماذا نفرق الأمة؟ يكفي أن نقول إنهم مسلمون وكفى، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا واضح، ما كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، فيها حديث كثيرة خارج البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم أخذوا ما صح في اصطلاحهم ومن طبق عليه اصطلاحهم، وقد يكون هناك أحاديث صحيحة لكن ما ينطبق عليها اصطلاح البخاري ومسلم، لذلك لم يروها البخاري ولا مسلم، لأنها ما ينطبق عليها مصطلحه الذي التزم به، ولذلك جاءت المستخرجات على الصحيح، جاء البخاري ومسلم والمستدركات، والبخاري ومسلم ليس فيهما حديث إلا وهو صحيح، أما غير البخاري ومسلم ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لأن أصحابه لم يلتزموا بتخريج الصحيح فقط، مثل الإمام أحمد في المسند ومثل السنن الأربع، ومثل من لم يلتزموا أنهم ما يضعون فيها إلا ما صح، بل يريدونها بالسند، ومن أوردها بالسند فقد خرج من العهدة، يشاف السند ورجاله ويدرسون ويشاف ويستخرج ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف من خلال الأسانيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول ما قالوا قال رسول الله فقط، قالوا روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يأتون ويدرسون السند ويستخرجون الصحيح من غيره. نعم.